لك شو هاللبنان هيدا قوي كتير. لبنان اقوى مما منتصور. بلد ماشي فيه القتل من 200 سنة، ماشي فيه الحروب من برا ومن جوا، تهجير وهجرة، بطالة وفقر، لا مي ولا كهرباء، عجقة سير ما بتنحل، خلافات طائفية ومذهبية، شو بدك في عنا؟ وآخرة الموال يا دوب الدولة قدرت تدفع معاشات الموظفين، ومع ذلك كأنه ما في شيء. قال له شوف مصيبة غيرك بتهون عليك مصيبتك، أمريكا وعظمتها على شفير الإفلاس، وهلأ رح يطير حوالي 1,000,000 شخص من وظائفهم لأنه ما في لهم معاشات. هونيك اهتزت الدنيا وهون ما حدا فرقة معه. هينا ناطرين المعاشات، وإذا ما أجوا ما بتفرق معنا، نحن قوايا كتير، لبنان قوي كتير. بس لقوا تنفخوا، قال له انفخوا، قال له اوعى يفقع. هذا رأيي، فكر فيه.